أدرك الإنسان منذ القدم أهمية التواصل من أجل التعلم، حيث تطورت قدراته على التعلم مع تطور اختراع الكتابة والقراءة، ثم الطباعة، فالراديو والتلفاز، ثم الكمبيوتر، وأخيرا الإنترنت، الاختراع الذي أحدث ثورة في عالم الاتصال والتكنولوجيا في العالم، حيث أصبح من أكثر الوسائل التعليمية تأثيرا وانتشارا. وإدراكا من مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية بأهمية التعليم الإلكتروني الذي يسمح بالتواصل المباشر مع المتعلمين في أي وقت ومن أي مكان، وإيمانا بأهمية دعم العملية التعليمية، تم تطوير مبادرة إدراك. إدراك هي منصة للمساقات الجماعية الإلكترونية مفتوحة المصادر، مساقات أكاديمية وعملية متنوعة ومن مجالات مختلفة يتم تدريسها من خلال أكاديميين وخبراء عرب وعالميين، مساقات إلكترونية جماعية أي يتم تدريسها عبر الإنترنت، مفتوحة المصادر أي مفتوحة للجميع وفي أي وقت، وبخاصة للناطقين باللغة العربية، وتعرف باللغة الإنجليزية باسم MOOCs. تعمل إدراك بتقنية إيدكس من خلال برنامج الشراكة مع إيدكس، وهي منصة التعليم الإلكتروني لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد الأمريكية. تتيح لكم إدراك من خلال تقنية إيدكس أن تقوموا بحضور محاضراتكم دون الحاجة للتواجد في قاعة محاضرات. كل ما أنتم بحاجة إليه هو جهاز كمبيوتر وخط إنترنت، كما ويمكنكم التواصل والتفاعل مع آلاف المتعلمين الآخرين من أرجاء العالم العربي من خلال نظام التعليم الجماعي التفاعلي عبر الإنترنت. يمكنكم المشاركة عن طريق التسجيل في موقع idrak.org، ثم تحديد المساق الذي يهمكم من خلال لائحة المساقات، بعد ذلك البدء بمشاهدة الفيديوهات الأسبوعية التي تشكل محاضرة واحدة، ثم إنجاز نشاطاتكم الدراسية، وأخيرا الحصول على شهادة إتمام المساق من إدراك. إدراك، العلم لمن يريد.